السؤال هنا أي من هذه الخطوط عمودي؟ ويجب أن يكون عمودياً على الخطوط الأخرى، فلا يمكن أن يكون متعامداً مع نفسه. والخط العمودي حتى تتصور كيف تبدو الخطوط المتعامدة، يكون الخطان متعامدان إذا التقيا بزاوية قائمة. فإذا كان هذا الخط الأول الخط العمودي سيقاطعه هكذا، لكنه لن يكون مجرد تقاطع بل سيتقاطع بزاوية قائمة. إذن هذان الخطان متعامدان. الآن إذا تعامد خطان، إذا كان ميل هذا الخط البرتقالي هو M، دعونا نفترض أن معادلته هي Y تساوي MX زائد B1، حيث B1 هي تقاطع Y، بالتالي تكون معادلة هذا الخط الأصفر ميله سيكون المعكوس السالب لهذا، y تساوي سالب 1 على m مضروبة في x زائد b2، حيث b2 تقاطع آخر ل y. أو بطريقة أخرى، إذا كان هناك خطان متعامدان سيكون ناتج ميلهما هو سالب 1، ويمكنك أن تكتب هذا هنا m مضروبة في سالب 1 على m. إذن هذا يساوي سالب 1. إذن دعونا نجد ميل كل خط، ونجد إذا كان أي منهم يمثل معكوسا سالبا لأي خط آخر. إذن الخط A ميله سهل الإيجاد، إنها بصورة نموذج تقاطع الميل، والميل هو 3. إذن ميل الخط A هو 3. الخط B ليس من الصعب جعله بصورة نموذج تقاطع الميل، لنحاول ذلك ولنفعل ذلك هنا. الخط B لدينا X زائد 3Y تساوي سالب 21. دعونا نطرح X من كلا الطرفين حتى نضعه في الجانب الأيمن، فيتكون لدينا 3Y تساوي سالب X ناقص 21. والآن دعونا نقسم طرفي المعادلة على 3. y تساوي سالب 1 على 3x ناقص 7. إذن ميل هذه المعادلة هو سالب 1 على 3. إذن هنا m تساوي سالب 1 على 3. كما نرى إنها المعكوس السالب لبعضها، نأخذ معكوس الثلاث وهو 1 على 3، ومن ثم نأخذ سالبه، أو نأخذ المعكوس السالب لسالب 1 على 3 وهو 3. إذن هذان الخطان متعامدان، بلا شك متعامدان. دعونا نرى الخط الثالث هنا. معادلة الخط C هي 3x زائد y تساوي 10. إذا طرحنا من كلا الطرفين 3x، سنحصل على y تساوي سالب 3x زائد 10. إذن الميل في هذه الحالة هو سالب 3. الميل هو سالب 3. الآن هذا الميل هو الصورة السالبة من هذا، لكنه ليس المعكوس السالب، إذن ليس متعامد. وهذا الميل أيضا معكوس هذا، لكنه ليس المعكوس السالب، إذن هذا ليس متعامد على أي من الخطين الآخرين. لكن الخط A والخط B عمودياني على بعضهما البعض.